بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الأحد الموافق 24 مارس من هذا العام الجاري، ما زلنا متواصلين في تجهيز السلات الغذائية للإخوة النازحين على نفقة أهل الخير من إخواننا من أستراليا في المصلى ريجنز بارك. نسأل الله العلي العظيم في هذا اليوم المبارك من 14 رمضان أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتهم. بارك الله فيكم. والله ستسألون عن أطفال غزة، ستسألون عن الذين ماتوا من الجوع، والله سنقوم. كل عام وانتم بخير يا سيدي، وكل الشكر للجماعة اللي قاموا على الموضوع هذا. لكم بارك الله فيكم، حياك الله، ان شاء الله في ميزان حسناتكم. الله يبارك فيك، الله يتقبل منكم.